فضيلة الشيخ وفقكم الله، الماء المستعمل في طهارة مستحبة أو واجبة؟ ها؟ الماء المستعمل في طهارة مستحبة أو واجبة يكون طاهرا لا طهورا. يقول هل من مثال غير هذا المثال؟ وإيش غير هذا مثال؟ ليش على الماء الطاهر؟ يقول الماء الطاهر سمعتم اللي طبخ فيه واللي واللي تغير اسمه وصار ما حنة ولا ما شاي، هذا طاهر، يصير طاهر لكنه ما يتطهر به. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.